بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الحيوانات المفترسة اللي هي آكلة اللحوم. الوسيلة سهلة وبسيطة خالص. كل فكرة الوسيلة عندي قطعتين كرتون بشكل الدايرة ده، وعندي قطعة خيش من اللي هو اللون الأبيض ده، كانت عندي موجودة فهعمل بيها. وعندي صور للحيوانات المفترسة مطبوعة ومتلونة بالشكل ده كده، تمام. ومعايا المقص ومعايا قلم وقطعة فوم. أول حاجة هبدأ أعملها، هجيب قطعتين الكرتون دولت وأغلفهم بقطعتين الخيش اللي عندي. أي حاجة، خيش، مانيلا، كانسون، فوم، أي حاجة موجودة عندي، بس أنا قلت إيه من باب التغيير يعني، فأنا هغلفها بالخيش ده. غلفت أول قطعة بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هجيب القطعة التانية، القطعة اللي هي دي هتبقى تحت، تمام. هجيب القطعة التانية وأغلفها، وبعد كده هشوف هكمل ازاي. انا كده غلفت قطعتين الكرتون بتوعي. هبدأ بقى اقسم دي. انا عندي كام حيوان؟ عندي اربعة. هقسم ده اهي اللي هي تحت على اساس ان انا تبقى معايا اربع مستطيلات، تمام، اربع مثلثات، معلش، اربع مثلثات بالشكل كده، اربع مثلثات. هبدأ اول حاجة باللي فوق، هعملها اربع مثلثات واقص منهم مثلث، افرغ منهم مثلث. انا كده معايا قطعة الكرتون اللي هي هتبقى فوق، هاخد منها مثلث، بحيث يبقى على حجم مين؟ على حجم مثلا الحيوان ده، تمام. يبقى المثلث عندي هيبقى بالشكل ده كده، تمام. هعلم كده، ماشي. يبقى ده اول مثلث، بحيث يبقى واخد حجم مين؟ حجم الحيوان اللي عندي، لان ده اللي هيتقص هيتفرغ بالشكل ده كده. بقى يبقى انا كده حطيت القطعه الاولانيه ثابته زي ما هي. القطعه الثانيه هي اللي فيها الشغل، ان انا عايزه اشيل مثلث منها بالشكل ده كده، بحيث اول ما ادور كده اجيب على صوره الاسد، بعد كده حيوانات مفترسه النمل، بعد كده الذئب، بعد كده الفهد، يبقى كله موجود عندي ومعروف. يبقى اول حاجه هنحط الصوره كده، وقطعة الكرتون افرغ منها مثلث بالشكل ده كده، تمام. هبدأ اقص المثلث اللي انا حددته ده. انا كده فرغت مثلث، تمام. هجيبه اثبته بالشكل ده كده واحط اول صورة، تمام. هتبقى في الصورة هتثبت في الدايرة اللي تحت، تمام. هنثبت اول صورة نجيب شمع، ثبت اول صورة بالشكل ده كده، وابدأ الف في الدايرة بتاعتي. انا لسه هثبتها طبعا بمسمار دلوقتي، واثبت تاني صورة نمر مثلا، تمام. تمام. بعد ما ثبتت الصور بالشكل ده كده، هبدا اجيب المسمار عندي. طبعا انا عشان قلت لكم كذا مره مش متوفر عندي مسمار بروحين ده، بس هو موجود في مصر يعني. المسمار ده انا هثبته بالشكل ده، بحيث الدايره دي تلف معايا، تمام. يبقى حرة الحركة، هثبته. خلاص انا كده ركبتها، هركبه بالشكل ده كده، ثبتها كده خلاص. ادي اول مثلا عايزة تعرفيه حيوانات مفترسة، اسد، بعدين الفهد بتلف معاكي اهي سهلة خالص، الذئب، ودي النمر. كل واحد بقى بتعرفيه عنه معلومات بتاعته. هبدأ بقى اكتب فوق العنوان، تمام.
جيب قطع الفوم جيب قطعة الفوم اهي، هكتب عليها الحيوانات المفترسة. بس جبت قطعة الفوم وكتبت عليها، نلزقها بقى، نلزقها فوق هنا. تمام، بقت عندي بالشكل ده كده الحيوانات المفترسة، بسيطة خالص وسهلة بالشكل ده كده. ودي الذئب، وبعدين النمر. اتمنى تعجبكم الوسيله بطريقتها السهله والبسيطه. ممكن تطبقي طبق الدوار ده على اي حاجه. تمام، فكرتها قطعتين كرتون وبتثبتي عليها الحيوانات المفترسه او الحيوانات الاليفه، وان شاء الله اعمل لكم باقي الحيوانات ان شاء الله. اتمنى تعجبكم وبسيطه وسهله خالص، وجربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سهلة وبسيطة خالص. كل الخامات اللي موجودة معايا صورة حصان ومعايا صورة جمل. اي صور عندك موجودة ممكن تستخدميها. بعد كده معايا اسطوانة، ومعايا اي حاجة مدورة تكون تقيلة بحيث تثبت عليها الاسطوانة. تمام بالشكل ده. ومعايا رول المناديل يكون طويل شوية، ومعايا رول صغير. اول حاجة هجيب الرول ده بالشكل ده كده، هجيب الرول. تمام، واجيب الصورة بتاعتي واثبتها عليه. ممكن دي او ممكن برضو تفضل بالشكل ده كده، وهثبتها عليه واقصها. تمام، اهو نجيب الشمع كده، وبعدين اقصها من النص. تمام، انا كده قصيتها بالشكل ده كده. تمام، هثبت الصورة التانية اللي هي صورة الحصان معاكم. بعد كده ثبت صورة الحصان بالشكل ده. طبعا انتي مثلا عايزة تعملي 3 اجزاء، انا عملت جزئين. لو انت عامل زي مثلا تعملي 3 اجزاء تكبري الصورة بحيث يبقى ايه واخد 3 قطع من الرول. تمام، بس انا هنا عملته قطعتين لطفل عنده 2 سنين. تمام، وبسيط خالص. هاجي بعد كده اقصها بالمقص. بعد كده انا عندي قصيت الضفدع. اي حاجة عندك موجودة اعمليها تبقى سهلة برضو وبسيطة. وقصيت الحصان. بعد كده هجيب الرول الكبير بتاعي واثبته كده. تمام، هيكون كذا شكل معاكي، فهو هيركب كل واحد باللي يناسبه. تمام، اول حاجة ادي الضفدع. تمام، الشكل ده كده، وبعدين الجزء التاني بتاعه هيديك ايه، هيديك هنا لما تركبيه هيديك الضفدع. تمام، بعد كده الحصان كده الجزء التاني يديكي شكل الحصان كده، عشان انا بس عاملاه جزئين. انت لو عاملاه 3 ولا 4 هياخد الرول كله، يعني لو 3 هيبقى كده. ماشي، وسيلة سهلة وبسيطة خالص، اتمنى تعجبكم. بس كده انا خلصتها. فكرة الوسيلة بازل
وبسيط خالص، وجربوه وان شاء الله هيعجب الاولاد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.